تنزل الشريحه دي والضوء يعدي من هنا وبعدين يبتدي يحفر الضوء بيحفر في اكاسيد الفضه والحاجات الكيميكالز اللي محطوطه على الشريحه دي وبعد نص ساعه ساعه حاجه زي كده الراجل بيشيلها تمام بيطلع عليها الصوره الصوره بتطلع بهته لو حد منكم ممكن اوريكم صور صور اللي بتاخده 1800 وحاجه دايما بتلاقيها بلر دايما تلاقيها مشوشه شويه الصوره مش 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 يعني حتى لو بيصور شخص بتحسي وكان الصوره دي في حاجه فيها مش مظبوطه الحقيقه ان الكاميرات دي ما كانش فيها عدسات وعشان كده تركيز الضوء كان اقل العدسه بتفرق جامد جدا كان بيعمل حفره في جدار غرفه بتطل على الشارع ثقب صغير من قد كده قطر 1 سم او 2 سم بكتير تمام وما كانش فيه عدسات ده بريلنس يعني قبل ما قبل العدسه يعني تمام وفي الغرفه دي كان بيفرد على جدار الغرفه ده برضو من الفيلم بتاع بي بي سي كان بيفرد على جدار الغرفه اللوحه اللي هيرسم عليها ويبتدي يتريس او يتعقب شكل المبنى اللي منعكس من الفتحه دي على الجدار او على اسف على الورق اللي هو فردها على الجدار ولو لاحظنا هنا حاجه هي ايه؟ مقلوبه الصور اللي بتبقى مرسومه في التشابلز والكنايس والقصور القديمه وكده في صور بتبقى مرسومه لبيوت وقصور وحاجات وشوارع ومرسومه بشكل دقيق جدا مبين كل حاجه لما انتوا عملتوا صباعكم كده وبعتوا صباعكم وقربتوا صباعكم صباعكم لسه ان فوكس والجزء الحدوده دي بتحصل في واحد على مثلا 100,000 من الثانيه المخ مش محتاج لاج مش محتاج ما عندوش اللاج ما عندوش الفتره اللي هي فيها لسه هيعمل الكالكوليشنز ويعمل مش عارف ايه وبتاع وبعدين يقول لك الجسم ده دلوقتي ان فوكس وده اللي بنشوفه في الكاميرات طب ما تيجي ان فوكس وندوس على زر الفوكس العدسه بتاعتك وبعدين وتديك التت ان انا خلاص ان فوكس دلوقتي المخ ما بيعملش ده المخ بيعمل الحدوته دي في واحد على 100,000 من الثانيه والجسم بيتحرك قدامه كلنا بنلعب كوره هل متخيلين لو ان عينين اللعيبه في ماتش الكوره ما قدرتش تتابع الكوره والكوره جت اوت اوف فوكس منظر الماتش ده بيعمل ازاي هنبقى في سيرك يعني الكوره وهي رايحه على الجون اللي هو المفروض ان هو يصدها لو عينه خلاص ما بقتش قادره تركز على الجسم اللي بيتحرك دوت مش هيعرف يتابعه ومش هيعرف يصده ومش هيعرف يجي جنبه الكاميرا ما هياش بنفس التطور دوت وعشان كده احنا بنستعمل مالتيبل لينسز في العدسه الواحده بتاعت الكاميرا وعشان كده هي طويله هي مش طويله لمجرد ان هم عندهم ازاز كتير ولا لان هم عندهم بلاستيك كتير او معدن كتير هو في ديفيشنسي في الماشين دي في ضعف في الماشين دي احنا بنحاول نقلل منه على قد ما نقدر عشان يماثل عين البني ادم عشان تقدر على الاقل تشوف كويس زي ما احنا بنشوف بصيت كده لقيتوها موف او زرقاء ولما تبصوا كده من خلالها تلاقيها بيضة اكشولي دي بنسميها كوتين تتحط عليها طبقه سمكها مثلا نص مايكرون او ربع مايكرون من ماده بتقلل من الريفليكشن وانعكاس الضوء الضوء اللي يخش لا انا عايز اشفطه عايز امتصه كله واعديه كله يعدي للفيلم عشان الضوء ده هو اللي شايل تفاصيل الصوره مثلا شعرايه من البني ادم اللي انا بصوره انا عايز اكبشر كل حاجه عايز الصوره لما تتطبع فول سكيل 100% تمام يوصل لي كل الديتيلز بتاعتها عايز التجاعيد بتاعت الوش تمام عايز لون العين يوصل كويس عايز لما اكبر الصوره اشوف القرنيه بتاعته عايز لو بصور مثلا صور طبيه او حاجات علميه او بصور برد الكترونيكس حاجات زي كده انا عايز كل التفاصيل فانا لازم اعدل في العدسات دي واصرف عليها واحسن فيها عشان اكابشر كل الضوء ده وهو ده التصوير في النهايه بالكاميرا انت اكشولي انت بتتلاعب بالضوء بعد ما بتمسكه عايزكم تمسكوا العدسه دي قربوها وابعدوها من السبوره شايفه؟ شايف كل حاجه مقلوبه اوكي تمام ممكن؟ بصي على الورقه خلينا نقول ان ده كرسي وهنا دي عدسه وهنا دي في هنا عدسه محدبه وان صوره الكرسي ده بينقلها الضوء تقع على العدسه دي فتنعكس هنا كده كده الكرسي ده هيوصل لي كده اللي قدام هيوصل الاول واللي بعده هيوصل بعده والنهايه هتوصل في الاخر بس مقلوبه هنا بصي بزاويه يعني
لو احنا مسلطين ضوء اكتر هنا هيرفلكت بشكل اكبر على الورق اللي جوه فهتبان اوضح. هل ظهرت صوره في نهايه العلبه والصوره معكوسه فعلا، وهل احنا قادرين نميز ان الصوره دي هي المبنى اللي قدامنا بس مقلوب ابسايد داون والسماء مش في وضعها الطبيعي؟ يعني العدسه ما بتقلبش. ما العدسه بتقلب صحيح، هي هتقلب بس هتركز الضوء اكتر. عدسه بلاستيك واخدينها من الفيو فايندر بتاع كاميرا مخصوص. طبعا باين الفرق جدا، المبنى باين بلوني وكده. اوكي. دي احنا بالعربي ترجمتها الحلقه زي حلقه العين بالظبط، بالانجليزي بتسمى ابرشر. كل ما بتدي كل ما بتقلل الفتحه اللي بيخش منها الضوء مع الاحتفاظ بقدره الازاز اللي قدامها واللي وراها على تركيز الضوء، عشان كده هي محطوطه في الوسط. الكاميرا ممكن تصور مودز، في حاجه اسمها رو، يعني الصوره بتبقى بكل ديتيلز والانفو بتاعتها بتتخزن على الكات، وده بيسمح لك ان انت تعملي بوست برودكشن او اديتنج عليها بعد ما تصوريها، تمام؟ يا اما بتخليها جي بيج. جي بيج زي ما كلنا بنصور، معظم الناس بتصور كاميرات البوينت اند شوت والموبايلات والكاميرات العاديه بتاعتنا دي، طول ما انت ما واخدهاش وتصوري رو هتصور جي بيج، الصوره هتطلع جي بيج مضغوطه، معناها ان في انفورميشن كتيره جدا وديتيلز كتيره جدا الكاميرا دي رمتها عشان تقدر تحط الصوره في حجم معقول. الهودز دي ليها فوائد، واحد بيحمي العدسه وانا بتحرك بيها، ولو ان في فايده جانبيه، الفايده الثانيه ان انا لو بصور في مطر او بصور في رذاذ او بصور وجنبي اضاءه عاليه جايه من الجنب او جايه من فوق بيقلل من الريفليكشنز والانعكاسات الاضاءه اللي بتنزل على الفرونت اليمنت بتاعي فيطلع الصوره انضف، تمام؟ ما يغلبنيش، يعني انا لو بصور مثلا في فرح والافراح ليها اضاءات كتيره وما اعرفش ايه وبتاع وفي كشاف على اليمين، انا ممكن اصور بالكاميرا وهي راكب عليها الهود ده فهيقلل من كم الضوء اللي جاي من الكشاف اللي جاي في اليمين وواقع على الازاز القداماني بتاعي او من فوق وواقع على الازاز القداماني بتاعي. عندك مصادر ضوء مختلفه وانت بتتحرك في الشارع، عندك شباك في الجنب بينعكس من عليه الضوء، وعندك عربيه بتتحرك فازازها بيعكس ضوء، وعندك الشمس اللي منوره، وعندك الاسفلت اللي هو مثلا نازل عليه مطره فبتعمل مش عارف ايه، انت كل ده اكشولي ضوء عمال يتعكس عن كل الاسطح اللي قدامك، لان في الاول وفي الاخر احنا بنشوف من الضوء المعكوس عن الاجسام اللي قدامنا. وعشان تطلعي صوره حلوه انت بتحاولي تقللي الانعكاسات الزياده عن اللازم اللي جايه عند الكاميرا، فبتعملي ايه؟ بتغمي عينيها شويه. كل حاجه بنحرقها او بنشعلها في الكون هي اكشولي بتأمت او بتطلع حراره وبتطلع معاها اشعه، لما بتنحرق وبتطلع اشعه دي الاشعه دي بتطلع بطول موجي معين. في التصوير حاجه اسمها الوايت بالانس، الكاميرا بتعمل ايه؟ بتدور على اكتر حاجه برايت في المساحه اللي هي فيها، اكتر حاجه فاتحه وبرايت في المساحه اللي هي فيها، سواء كان قميصك، سواء كان الورقه اللي جنبك او الورقه اللي قدامك، السبوره جنب السبوره مثلا كده، وتعتبر ان هو ده الوايت، هو ده الابيض في الصوره دي. هو ده الابيض في الصوره دي، وتستعمله كريفرنس عشان تتشكل بقيه الالوان. هخش هنا وهبتدي اغير القيمه دي، بدل ما اقول لها اوتو، يعني انا سخدت الصوره لقيتكم كلكم ببشرتكم طبعا محمره. هعمل ايه؟ هقول لها ان انا بصور في تنجستين لايت او في وايت فلورسنت لايت. لازم تتمرن ولازم تعود ايدك على ان انت تنقل الكاميرا من الاوتو للام للمانيوال، وتبدا تتحكم في الابرشر بتاعك وتقدر تظبط الايزو بتاعك فوق وتحت لحد ما تقدر تاخد الصوره انت تبقى راضي عنها، انت تبقى عارف ان الصوره دي اكسبوزد صح، خدت كم كافي من الضوء، الدبث اوف فيلد بتاعها حلو، وانا مركز على الحاجات اللي انا عارف ان انا عايز اركز عليها، تمام؟ والشاتر سبيد كانت مظبوطه، فالناس اللي كانت بتتكلم او بتتحرك طالعه الصوره مش مهزوزه مش بايظه.